الحدث العسكري، صاحب ومدير شركة العسكري التجارية والصناعية. دي مهنتنا أبا عن جد، في بنشتغل في المشغولات النحاسية، في كل ما يخص المشغولات النحاسية بأنواعها وبأشكالها. وعلى سبيل المثال أهلة المساجد، أهلة المساجد ديت يعني بتتعمل من النحاس الأحمر، طول عمرها بتتعمل من النحاس الأحمر اللي هو كان موجود والمكان متوفر، اللي هو النحاس الأحمر كان بيصنعوه اللي هو الشغل الدقي اليدوي اللي بيتعمل منها الأهلة. وبدأ بعد كده هو بقى في السبعينات بدأ يظهر النحاس الأصفر اللي هو عبارة عن نحاس أحمر بنسبة 67% و 33% نحاس زنك، بي هو بيشكل النحاس خامة النحاس الأصفر. فبدأ يتصنع النحاس الأصفر اللي هو بيبقى أقل سعرا من النحاس الخام اللي هو الأحمر. فبدأ الكل يشتغل في شغل النحاس الأصفر، وبعد بيبقى ليه مميزات في شغله. طبيعة الخامة بتاعتها بيبقى ليها مميزات معينة بتسهل في الشغل وبتدي صلابة للشغل. بالنسبة للأهلة طبعا هي دي يعني معظم الأهلة من أيام معظم المساجد بتعمل اهلال بتركب منها النحاس من مئات السنين، تحديدا ما اقدرش احكم بالظبط، ولكن من مئات السنين، بدليل ان احنا في شارع المعز هنا اهوت هنلاقي في مساجد بقى لها مثلا 300 400 سنه 500 سنه وراكب عليها اهله. طلب الاهله زاد عليه الطلب بسبب انشاء المدن الجديده، فبدات يتطلب على بيتطلب اعداد من الاهله، وفي ناس بتتولى عمليه الشراء، بالاضافه الى بعض الدول العربيه. النهارده برضو الصناعه اليدويه والاهله المصريه برضو لها طابع خاص والاستعداد لتنفيذ الشغل اليدوي. اما في معظم في دول برضو بتعمل اهله زي تركيا وسوريا وكانت سوريا والهند، ولكن ما بيفعلوش ما بيقدرش يطلعوا بالتقنيه او بالشغل اليدوي الحرفي زي مصر.